ده بجدد التحية بالكابتن أيمن شوقي وضيوفه الكرام. كابتن أيمن، عقب نهاية اللقاء وفوز النادي الأهلي على فريق الجونة في الدقائق والثواني الأخيرة بهدف لمروان محسن، يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء واحد من نجوم اللقاء ومن نجوم نادي الجونة، عمرو بركات. كابتن عمرو، برحب بك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحيات الكابتن أيمن شوقي، كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن أسامة حسني والكابتن هاني العجيزة. مباراة كبيرة النهاردة من فريق الجونة، لعبتوا جيم كبير قدام النادي الأهلي، ولكن التركيز في الثواني الأخيرة قدر النادي الأهلي يستغل وقدر مروان محسن يحرز هدف للنادي الاهلي. والله الحمد لله. طبعا تحياتي لكل النجوم اللي في الاستوديو اول حاجه. ثانيا طبعا لما بتلعب النادي الاهلي او نادي كبير عامه لازم تركز لحد اخر ثانيه، وهو ده اللي حصل. عملنا ماتش كبير زي ما انت قلت، بس برضو يعني عدم تركيز في كور بسيطه في الاخر كده هي اللي كلفتنا يعني المباراه. بس فريق الجونه في ظل الغيابات الاربع لاعبين اللي هم يعني معارين من النادي الاهلي، غياب لؤي وائل وغياب عموري، النهارده فريق الجونه لعب مباراه كبيره ونقدر نقول في اوقات كتير جدا هدد مرمى النادي الاهلي. اكيد طبعا الغيابات دي كلها عناصر مؤثره واساسيه في الفرقه، لما بتخسرهم في ماتش زي ده كبير بتبقى محتاجهم، اكيد بيأثروا معاك. بس طبعا اللعيبه كلها على مستوى عالي وجاهزين، يعني زي ما انت شفت النهارده عملنا ماتش كبير جدا وضيعنا اكتر من فرصه. يلا الحمد لله احنا كنا يعني نستحق نتيجه ايجابيه، بس الحمد لله هنركز الماتشات بعد ونركز في اللي جاي ان شاء الله. اخيرا عايز اختم معاك يا كابتن عمرو، كنت واحد من اللاعبين اللي عاش اللحظات دي مع النادي الاهلي في الثواني الاخيره. دايما في الثواني الاخيره تركيز لعيبه النادي الاهلي بيبقى الدافع للفوز بيبقى اكتر بكتير. والله النهارده كان في فرصه يعني لينا ان هم كانوا محطوطين تحت ضغط الفتره اللي فاتت والنتيجه بتاعه الماتش اللي فات وكده، بس زي ما انت قلت برده النادي الاهلي برده بيبقى على طول عنده امل لحد اخر لحظه، وفي ماتشات كتير كسبها في اخر ثانيه، وبس الحمد لله يعني. كابتن عمرو، بالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع عمرو بركات لاعب فريق الجونه ولاعب واحد من اللاعبين اللي قدم مباراه كبيره النهارده في اللقاء. ثلاث نقاط للنادي الاهلي، ثلاث نقاط يعني بعد مجهود كبير وتعب كبير. مبروك للنادي الاهلي، ثلاث نقاط يضافوا لرصيد النادي الاهلي. نقول مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لفريق الجونه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام. شكرا.